مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هناخد second lecture اللي هي متعلقة بالإي ليرنينج المتعلقة بالكورس بتاعنا بتاع الأكاونتنج فور كوربريشن. طيب النهاردة هناخد موضوع جديد، هنتكلم عن الستوك ديفيدنس، توزيعات الأرباح أو توزيعات الأسهم على الستوك هولدرز. طيب هنقرأ مع بعض كده الديفينيشن بتاعت الستوك ديفيدنس. What is the meaning of stock dividends؟ بيقول لك ان الستوك ديفيدند از ا تيرم يوزد تو ديسكرايب ديستريبيوشن اوف اديشنال شيرز اوف ستوكس تو كومبانيز ستوك هولدرز ان بروبورشن تو زير بريزنت هولدنجز. اجين الستوك ديفيدند از ا تيرم يوزد تو ديسكرايب ديستريبيوشن اوف اديشنال شيرز اوف ستوكس تو كومبانيز ستوك هولدرز ان بروبورشن تو زير present holdings. بيقول لك ان توزيعات ارباح الاسهم ده مصطلح بيستخدم لوصف توزيع حصص اضافية من الاسهم على حاملي اسهم الشركة بما يتناسب مع حيازتهم الحالية. وبيقول لك سيادتك in brief in the dividend is payable in additional shares of stock rather than in cash. وبيقول لك وباختصار فان ارباح الاسهم دي بتدفع في اسهم اضافية بدلا من النقدية. Most stock أو من أول هنا most أو أنا هعلمها كده على سيادتك أهي most stock dividends consist of additional shares of common stock distributed to holders of common stocks and our discussion will be limited to this type of stock dividend. بيقول لي سيادتك ان بتتكون معظم ارباح الاسهم من اسهم اضافية من الاسهم العادية وبيتم توزيعها على حاملي الاسهم العادية. تعالى هنا طبعا ده بشكل عام كان بيشرح لك what is the meaning of stock dividends وايه معناها وايه المفروض ان هي بتتعمل. فبيقول لي سيادتك ان الستوك ديفيدند باختصار شديد ده الستوك ديفيدند ده مصطلح is a term used to describe ان هو بيوصف ان هو بيبتدي اوزع distribution of additional shares of stocks لمين؟ لتو companies الستوك هولدرز in proportion to their present holdings. طيب give it to me for the example. هنقرا مع بعض كده example ونفهم معناه الاكزامبل ده عبارة عن ايه واحدة واحدة وايه ونشوف الاكزامبل ده عايز ايه وبتتحل ازاي. بيقول لك assume that a corporation with 2000 shares of stock is owned equally by James and Susan. بيقول لك على افتراض ان الشركة عندها كم سهم؟ عدد الاسهم 2000 سهم. اذا افترض ان الشركة لديها 2000 سهم من الاسهم المملوكة بالتساوي لمين؟ لجيمس and Susan. قال لك each owning اهو بقى من اول هنا each اهو each owning 1000 shares of stock والكل منهما 1000 سهم من الاسهم. يعني هو بيقول لك الشركه خلاص عندها عدد الاسهم 2000 2000 متوزعين لجيمس اند سوزان باي ايكوالي بالتساوي، يبقى كل واحد فيهم هيمتلك كام سهم الاونينج بتاعته 1000 shares of stock. The corporation declares أعلنت الشركة أعلنت the corporation declares a stock dividend of 10% and distributes 200 additional shares between brackets 10% of 2000 shares. بيقول لك إن الشركة أعلنت كام المفروض إن أنا أوزع الأسهم الستوك ديفيدند على الستوك هولدرز تتوزع بنسبة كام؟ 10% 10%. فبالتالي بعدد الأسهم الإضافية اللي هتضاف الأديشنال شيرز 200. جت منين ال 200؟ هياخد الإيه بقى؟ ال 2000 اللي هما كلهم على بعض اللي هي خاصة بجيمس أند بجيمس أند سوزان. طبعا كام الديكليرز اعلان بنسبة كام في المية البرسنتج 10% يبقى الـ 2000 multiply الـ 10% equal كام 200. يبقى كده معناه يبقى التوتال كلهم على بعض 2000 and ايه 2200 ده الـ number of shares. قال لك with 100 shares going to each of the two stockholders. قال لك لكل واحد بقى كده فيهم هياخد كام من الالفين؟ الالفين هيتوزعوا هما الاتنين بالتساوي فكل واحد فيهم هياخد كام؟ 100. عدد الاسهم الاضافية يبقى with 100 shares going to each of the two stockholders. قال لك each now hold في الاخر هو هياخد بقى كام؟ each now hold 1100 shares of a piece. هو بيقول لي سيادتك ان التوتال كلهم على بعض كام؟ 2000
2000 بلس طبعا الايه ال 200 اللي اتضافوا، خلاص الاديشنال شيرز ال 200 هيتوزعوا هما الاثنين بالتساوي، يبقى 2200 نمبر اوف شيرز هتبقى ديفايدد باي 2، طبعا يبقى كل واحد فيهم هياخد كام؟ 1100 نمبر اوف شيرز ابيس. طيب but each still owns one half of the business. قال لك ايه بقى؟ وبيقول لسيادتك ان ولكن لا يزال كل منهما يمتلك هنا ايه نصف العمل، ان هو في الاخر but each كل واحد فيهم خلاص بيمتلك one half of the business. طيب نكمل بقيه بقى الايه بقيه الباراجراف اللي فاضل هنا. بيقول لك ان further more، على علاوه من ذلك further more the corporation has not changed in size. بيقول لك هنا علاوه على ذلك لم يتغير حجم الشركه من خلال its assets and liabilities and its total stockholders equity، من خلال اصولها والتزاماتها واجمالي حقوق المساهمين فيها. طيب are exactly the same as before the dividend. بيقول لك هي نفسها تماما كما كانت قبل توزيع الارباح. بيقول لي بعد كده بيقول لك هنا الماركت فاليو، خلاص الماركت فاليو of the stock should fall in proportion to the number of new shares issued. بيقول لك هنا ان القيمة السوقية للسهم بتنخفض، لازم بتنخفض عشان يقدر ان هو يتناسب مع عدد الاسهم الجديدة المصدرة، اللي هي market value of the stock should fall in proportion to the number of the new shares issued. طيب تعال بقى نحل مع بعض هنا problem. بيقول لك مدي لك شوية حالات. الحالة الأولانية في حالة لما يكون الـ interest to record a stock dividend in account for small stock dividends say less than 20%. بيقول لك في حالة لما بتيجي تعمل how to recording the stock dividends، خلاص في حالة لما تيجي توزع الأسهم على الـ stockholders، في حالة لما تبقى الـ percentage أقل من 20%، لما تبقى الـ percentage أقل من 20%، إزاي بقى إن أنت تعالجها كمعالجة محاسبية بالنسبة للـ stock dividends، تحلها إزاي؟ طبعًا كمعالجة محاسبية لما تبقى الشركة لما بتيجي تعلن تعمل declare 20 أقل من 20% less than 20%، أنت بتاخد الـ market value وابتدي أضربها في الإيه بقى؟ في الـ percentage نسبة الإعلان، إعلان النسبة اللي هتتوزع على الـ stock dividends. أما لما تبقى النسبة أعلى من more than 20% بدل ما بتاخدها من market value أنت بتاخدها بالpar value. فهو ده الاختلاف ما بينهم هما الاثنين. الاختلاف الأولاني لما تبقى في حالة الـ interest to record a stock dividend in accounting for small stock dividends say less than 20%، في حالة لما تبقى أقل من 20% خلاص باخد الـ market value واضربها في الـ percentage عشان ابتدي اوزعها على الايه على الستوك ديفيدندز. اما لما تبقى اعلى من 20% مور ذان 20%، لا ما باخدهاش من ماركت فاليو، انا باخدها بالبار فاليو واضربها في البرسنتج في النسبه في البرسنتج النسبه على حسب البروبلم اللي انا مديها لك، والناتج اللي هيطلع معاك هو ده اللي انا هوزعها على الستوك ديفيدندز. قال لك ذا ماركت اهو في حاله لما يبقى الانترست تو ريكورد ا ستوك ديفيدند ان اكاونتنج فور small stock dividends say less than 20%، the market value of the new shares is transferred from the retained earnings accounts to the paid in capital accounts. بيقول لك ان بيتم تحويل القيمة السوقية للأسهم الجديدة من أرباح محتجزة إلى رأس مال مدفوع. The process sometimes is called بيسميها على انها capitalizing retained earnings، بيسميها على انها رسملة الأرباح المحتجزة. The overall effect is the same as if the dividend had been paid in cash. بيقول لك وبتتأثر في حالة لما اجي اوزع الاسهم، في حالة لما اجي ادفع الفلوس had been paid in cash and the stockholders had a immediately had sorry the stockholders had immediately reinvested the cash in the business. بيقول لك ان الستوك هولدرز على الايه بقى على الفور الستوك هولدرز هاد immediately ايه بقى reinvested استثمار الاموال the reinvested the cash in the business in exchange for additional shares of stock. يبقى احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا هنا من اول in exchange for additional shares of stock. Of course no cash actually it changes
hence the new shares of stock are sent directly to the stockholders. يبقى هنا طبعا هناخد دلوقتي problem هتوضح لك بقى فيه بشكل عام ان انت ازاي ان انا ابتدي اوزع اعمل you need to make the distribution by the stock dividends in the stockholder ازاي. ادي اهو سيادتك ادي problem اهي واضحه قدامك example. نقرا مع بعض الاكزامبل وهنشوف الاكزامبل ده بيتكلم ازاي وازاي ان انت تعالجها معالجه محاسبيه من خلال الجورنال بتاعتك. بيقول لك a corporation on 1 Jan has outstanding 100,000 shares. عدد الاسهم بتاعت المصدره ال outstanding 100,000 shares. قال لك البار فاليو بتاعت الكومن ستوك بكام؟ ب 5. قال لك with a market value. الماركت فاليو القيمه السوقيه بتاعتها بير شير القيمه السوقيه للسهم دلوقتي عامل كام؟ 22. On this date the company declares is شركة أعلنت خلاص on this date the company declares as a 10% stock dividend هتتوزع ايه بقى الشركة أعلنت هت ايه 10% هتوزيع الايه هنوزع الستوك ديفيدنت على الستوك ايه على الستوك هولدرز. قال لك distributable on 15 July to stock holders of record on 20 June. يبقى دلوقتي لما تيجي تعمل how to recording in the journal هتعمل journalize interest هتقول date items debit and credit هتقول هنا بالتاريخ اللي موجود عند سيادتك في 1 جون ايه اللي حصل. ادي اهو بيقول لك ان الشركه بتصدر الاوتستاندنج بتاعتها 100,000. طبعا هنا لما تبقى البرسنتج less than 20% يبقى هتضربها في الماركت فاليو يبقى multiply الماركت فاليو كام 22 يبقى ال 100,000 multiply 22 هيطلع معاك 2 مليون 200 ايجيبشن باوندز. ده الفاليو ده الفاليو بتاعت القيمه السوقيه. هو هياخد كام منها الشركه اعلنت هتاخد كام في الميه 10% يبقى لما هتاخد ال 2 مليون يبقى الرقم اللي هيطلع معاك 2 مليون 200,000 multiply 10% 10/100 هيطلع معاك كام اهو المبلغ اللي هيتوزع على الايه على الديفيدندز. طبعا ده الايه ده المبلغ اللي هيتوزع على الايه ده المبلغ اللي هيتوزع سيادتك على بتوع مين الديفيدندز اللي هتتوزع على الستوك هولدرز كام عندك ال 220,000 ايجيبشن باوندز. طبعا ده المبلغ اللي ايه اللي هيتاخد من الريتندد ايرنينجز فبالتالي المبلغ اللي هيتاخد من الريتندد ايرنينجز فبالتالي هيبقى في الديبت ان الريتندد ايرنينجز اساسا في الكريدت لما هيتاخد منها هيتعكس هيتحط فين في الديبت. طبعا كام ال 220,000 طبعا 220,000 طبعا ايه بقى حضرتك المبلغ اللي هيتاخد من الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد المبلغ اللي هيتاخد منها اللي هيتوزع على المبلغ اللي هيتوزع على على الستوك هولدرز هياخد طبعا هم اصدروا كام سهم في الاساس 100,000 ده النمبر اوف شيرز الاوتستاندينج البار فاليو بتاعتها كام ب 5 يبقى طبعا لما جيت هتضرب طبعا هتاخد ال 100,000 اهي ال 100,000 multiply 5 equal كام 500,000 ال 500,000 هنضربها طبعا في كام multiply 10/100 هيطلع معاك 50,000 ده ال 50,000 ده المبلغ اللي ايه اللي هي في الاساس اللي هيتوزع على بتوع الديفيدند الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد يبقى المبلغ اللي هيتوزع من ال 220,000 من الريتندد ايرنينجز من الارباح المحتجزه خلاص ال 220,000 هناخد منهم كام 50,000 الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد حسبتها ازاي ال 50,000 خدنا ال 100,000 ال number of shares multiply 5 هيطلع معاك equal 500,000 Egyptian pounds هنضربها في ال 10% المبلغ اللي هيتاخد منها اللي هيتعمل اللي هيتوزع عليها الديفيدند بتاعتها طبعا يبقى ايه يبقى ال 500,000 multiply 10/100 هيطلع المبلغ كام 50,000 ده المبلغ اللي هيتوزع على الستوك هولدر فنكتب هنا على انها ستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد والمبلغ اللي فاضل اللي هي اللي هي المبلغ الفرق اللي ما بينهم ذا ديفرنس بتوين ذم اللي هي ال 170,000 ده الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي ذات مينز الستوك ديفيدندز طبعا الاكسبلينيشن بنقول عليها ديكلاريشن تمام. طيب
هنا طبعا هنا في 15 جولاي ايه اللي حصل؟ طبعا بيقول لك بقى خلاص المبلغ اللي هيتوزع ال 50,000 خلاص اوريدي اتوزعت على الستوك هولدرز. لما هتتوزع على الستوك هولدرز لما تيجي تعمل ديستريبيوشن هتبتدي ان هي اتوزعت خلاص، فبالتالي يبقى الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد اللي كانت في الكريدت خلاص مشيت من عندك، وهتبقى ايه؟ هتتحول لديبت وهتقفلها مع الستوك بتاعتك. طبيعة الستوك بتاعتك في المسألة على إنها كومن ولا بريفيرد؟ لا كومن. لو قلت لك هنا بريفيرد يبقى هنكتب بريفيرد، لهنا في المسألة إن هي كومن يبقى هتكتب على إنها إن هي إيه؟ كومن ستوك. بكام الرقم اللي أنا مدوه؟ بكام الرقم اللي توزع الديفيدنت على الستوك هولدرز؟ كام بقى؟ 50,000 ايجيبشن باوندز. تمام؟ طيب. طبعا هنا باختصار هنا موضح لك الشرح اللي جت منين الارقام دي كلها، اللي الارقام دي وضحت ازاي او ازاي انت حسبتها من خلال النوتس. طبعا انا موضحها لك اهي، طبعا انا هقولها كده بشكل سريع. بيقول لك ان هي الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد اكاونت از نوت لايبيليتي بيكوز ذير از نو اوبليجيشن تو ديستريبيوت كاش اور اني اذر اسيت if a balance sheet is prepared between the date of declaration of a stock dividend and the date of distribution of the shares. This account as well as additional paid in capital, that means stock dividends, should be presented in the stockholders' equity section of the balance sheet. Note that the retained earnings account was debited for the market value of the shares to be issued. اللي هي عبارة عن 10,000 ال 10,000 شيرز. طبعا هنا مش ال 10، هنا ال 100، ان هي طبعا هنا كان ان هي ال 10 ان هو جه حسبها هنا على طول ال 220,000، ان هو خد الايه ال 10% منها. يعني هو بطريقه تانية هو خد بدل ما خد ال 100,000 خد منها 10% اللي هي ال 10,000. فطبعا هو بيقول لك ال 10,000 اللي هي المفروض اللي هنوزع اللي هنعمل لها ايه اللي هنعمل لها الستوك ديفيدنت على الايه الستوك هولدرز. فطبعا هنا اهي بيوضحها لك بشكل هنا فين هنا بدل ما كنا بنقول ال 100,000 شيرز ونضربها في 22 والناتج اللي هيطلع اضربها في 10%، لا هو خد ال 10% خد الايه خد ال 10,000 على طول، ضرب خد ال 100,000 النمبر اوف شيرز وضربناها في ال 10% ده طلعك الايه طلعك ال 10,000 شيرز. ده الايه ده العدد الاسهم اللي هتتوزع على الايه على الستوك هولدرز. طبعا بالماركت فاليو بتاعته عامله 22 بير شير، سعر السهم القيمه السوقيه 22، يبقى التوتال 222 يبقى 220,000 ايجيبشن باوندز 220,000. ده المبلغ اللي هيروح بيه على انها ريتيندد ايرنينجز ارباح محتجزه. ده المبلغ اللي هي اللي ايه اللي الارباح المحتجزه ال 220,000 اللي هنبتدي نوزعهم على الايه على الستوك هولدرز. قال لك notes also that no change occurs in the total amount of stockholders equity. The amount removed for the retained earnings account was simply transferred into to other stockholders equity accounts. طيب هناخد problem تانية في حالة لما يكون ال interest to record stock dividend in account for large stock dividends in excess of 20%. في حالة لما يديني more than 20% أعلى من 20%، هعالجها إزاي بقى؟ قال لك should be recorded by transferring only the par or stated value of the dividend shares from the retained earnings account to the common stock account. تعال نقرا مع بعض البروبلم دي أهو example. قال لك a corporation on 1 June has outstanding became 100,000 shares. عدد الأسهم المصدرة 100,000 shares. عدد الأسهم 100,000. قال لك البار فاليو بتاع الكومن ستوك ب 5 with a market value of 22 per share والقيمة السوقية للسهم 22
On this date, the company declares الشركة أعلنت كام في المية بقى more than 20 percentage. الشركة أعلنت كام بقى the company declares a 25 percentage stock dividend distributable on 15 July to stockholders of record on 20 June. بيقول لك الشركة أعلنت 25% من الستوك ديفيدند هنوزعهم على الستوك هولدرز. فحضرتك هتاخد لما تبقى طبعا النسبة أعلى من 25% بدل ما هتضربها في الماركت فاليو لا هتضرب في البار فاليو. هتاخد 100,000 multiply 5 الناتج اللي هيطلع كام اهو يبقى عدد الاسهم المصدره اللي هي الاوتستاندينج ال 100,000 multiply 5 equal كام 500,000 ايجيبشن باوندز هنضربها طبعا في الايه بقى في البرسنتج هي ناخد كام في الميه منها 25% 25 over 100 هيطلع معاك equal كام 125,000 يبقى ال 125,000 ده الايه ده الارباح المحتجزه ده الريتيندد ايرنينجز اللي حضرتك اللي هنوزعها على الايه بقى هتعمل لها يو نيد تو ميك ذا ديفيدند باي ايه باي ستوك هولدرز ده المبلغ اللي هيتوزع على الستوك هولدرز فهيبقى عبارة عن شكل الانتري هتقول retained earnings by debit بكام 125 وباي credit ده المبلغ اللي هيتوزع على الستوك هولدرز اللي بنسميها الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد اللي هي ال 125 طبعا الاكسبلينيشن بنقول عليها ديكلاريشن ده الاعلان في طبعا في 15 جولاي طبعا خلاص احنا اوريدي وزعنا لما جينا هنوزعها على الستوك هولدرز طبعا هنا في الحاله دي طبعا الستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد طبعا محتاج ان انت يو نيد تو ميك ذا كلوزنج هعملها كلوزنج باي ديبت هتبقى ستوك ديفيدند تو بي ديستريبيوتد بال 125 وهتقفلها مع الكومن ستوك على حسب البروبلم لو المساله هنا كومن يبقى هتكتب كومن ستوك لو المساله دي على انها بريفيرد يبقى هتكتبها على انها بريفيرد ستوك وطبعا هنا الاكسبلينيشن بنقول عليها ان هي ايه ديستريبيوشن يبقى هنعمل هنا تو انتري مره ديكلاريشن بتثبت الايه الاعلان خلاص الشركه لما جت اعلنت الشركه لما جت اعلنت الديفيدنت ان انا ابتدي اوزع الستوك ديفيدنت على الستوك هولدرز خلاص وبعد كده بعد لما جينا وزعنا الستوك ديفيدندز على الستوك هولدرز بتقفل بقى الايه بقى بتقفل الستوك ديفيدنت تو بي ديستريبيوتد مع الكومن ستوك وزي ما قلت لك على حسب المساله يا اما لو كومن هتقفلها هتعملها كلوزنج باي كومن لو هنا preferred يبقى هتعمل closing by ايه by preferred ويبقى كده ان النهاردة شرحت لك الموضوع بتاعنا النهاردة على الستوك ديفيدنس توزيعات المساهمين او توزيعات الاسهم على الايه على المساهمين ان انت ازاي بتوزع الاسهم في حالة لما الشركة بتحقق بتوزع ارباح الاسهم على الايه على الستوك هولدرز على على حملة الاسهم ازاي وازاي ان انا بعالجها كمعالجة محاسبية من خلال الجورناليز انترست وإن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله هنقف لحد كده النهاردة والمرة الجاية إن شاء الله المحاضرة الجاية هندخل على الستوك سبليتس وفهمك ده موضوع نوع تاني من أنواع الستوك اللي هي الستوك سبليتس وفهمك إيه الستوك سبليتس وإيه معناها وإيه دورها وبتعمل إزاي وإزاي إن أنا أعالجها كمعالجة محاسبية إزاي من خلال الجورناليز انترست وشكراً.